بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة مع الدرس 41 من دروس البي اتش بي. عايزين نفرق ما بين الدالة ديت والدالة جي ام ديت. الدالة جي ام ديت احنا خدناها في محاضرة قبل كده، هي عبارة عن دالة جلب التاريخ والوقت. الواي بتمثل الير، والام بتمثل المانث، والدي بتمثل الايه الديت الدي. وطبعا هنا بنجيب كمان بنعمل عملية جلب للوقت، الاورز والمينتس والايه والسكندز. طب ايه الفرق ما بين الجي ام ديت والديت؟ الجي ام ديت مقصود بيه توقيت جرينتش، اما الديت هو التوقيت الايه المحلي اللوكال. طبعا اللي هو التوقيت المحلي بتاعي بيكون عن طريق الجهاز بتاعي. فالدالة دي بتقرأ التاريخ والوقت من خلال ساعة الجهاز. هروح اشغل البرنامج بتاعي، هيقول ان التاريخ واحد اهو، 11/6/2010، 11/6/2010، ولكن الاختلاف في الساعة، الساعة 16، الساعة 4، وهنا الساعة 1، فرق التوقيت 3 ساعات هو فرق توقيت جرينتش. ده بالنسبة للفرق ما بين الدالة ديت والدالة جي ام ديت. عندي مثال تاني عايز اشرح الفرق ما بين كونتينيو وما بين بريك. هعمل فور الاكس ب2، وطالما الاكس اقل من 20 روح اطبع الكلام ده، وفي كل مرة زود على الاكس ايه 1. لو باقي القسمة بتاع الاكس، باقي القسمة بتاع الاكس على الاتنين، يعني لو اكس على الاتنين باقي القسمة بتاعهم لا يساوي الصفر، روح كونتينيو كمل، وطبعا روح اعمل برنت لقيمة الاكس وانزل سطر. تعال نجرب، 2 على الـ2 فيها الواحد، هل الواحد لا تساوي الصفر؟ ايوه لا تساوي الصفر، كمل. طيب 3 على الـ2 فيها الواحد وهيتبقى معايا. طيب طالما هيتبقى معايا، هل الباقي ده لا يساوي الصفر؟ لا يساويه، اذا مش هيعمل كونتينيو، هيكونتينيو بس يعني هيكمل بس هيتغاضى عن قيمة اكس في المرحلة ديت. يبقى هيبدأ يشتغل على الارقام الزوجية فقط، 4 على الـ2 فيها الـ2. هل هنا في باقي اسمه؟ مفيش باقي اسمه، اذا هيروح يكونتينيو ويروح يطبع الايه قيمة الاكس وهكذا. فعلا هيجيب لي الارقام الزوجيه 2 4 لحد 18، ده علشان قلت له كونتينيو. طب لو انا قلت له هنا بريك، يعني لو حصل ان قسمه الاكس على الاثنين الناتج بتاعها بتاع باقي القسمه لا يساوي الصفر، ما تكملش. طب تعال نشوف المثال بتاعنا، 2 على الاثنين فيها الكام؟ فيها الواحد، هل الواحد لا يساوي الصفر؟ طبعا لا يساوي الصفر. اعمل عمليه ايه بريك؟ لا مش هتبريك هنا، هتعمل عملية برنت. تمام، هتبرنت ايه اللي هو قيمة ناتج القسمة، 2 على الـ2 فيها الايه فيها الواحد. تعال نشوف الكلام ده، هي فيها الواحد لكن هو هنا ما بيطبعش الباقي بتاع ناتج القسمة، لا بيطبع قيمة الاكس اللي هي هنا بكام؟ ب2. وهيروح يعمل بريك، مش هيكمل. ليه مش هيكمل؟ لان النتائج اللي بعد 2 اللي هو 3 و4 و5 وهكذا، اول ناتج عنده هيطلع فيه مشكلة، هنا هيطلع فيه مشكلة في الجزء بتاع الشرط. إذا الفرق ما بين بريك وكونتينيو، كلمة كونتينيو بتعمل عملية استمرار للبرنامج بتاعي بيشتغل عادي، ولكن طبعا بيستبعد الإيه الجزء اللي فيه اللي ما بينطبقش عليه الشرط بتاعي. أما بريك لا، ما بيكملش خلاص، بريك ما بيكملش. يبقى إذا نقدر نعتبر كونتينيو بمثابة كلمة إيه عديها، يعني عديه الجزء اللي فيه خطأ ده، أو عديه الجزء اللي ما بينطبقش عليه الشرط وكمل عادي بدون أي مشاكل. طيب عندي مثال تاني، المثال دوت عن دالة اسمها دالة اكسبلود. عندي هنا متغير اسمه اكس، هقول له اي هوب تو بي ان جود هيلث، ده في المتغير اكس عبارة عن جملة. هاكسبلود، هروح اعمل عملية استبعاد بالدالة اللي اسمها اكسبلود لكلمة جود، هروح اعمل لها عملية استبعاد منين؟ من المتغير اكس. يعني روح اعمل لي عملية استبعاد لكلمة جود من الجملة دي كلها، وروح حط الناتج بتاع الكلام ده كله في متغير اسمه واي، وروح بعد كده اعمل ايكو للواي. بس هل هتعمل ايكو للواي بس؟ لا، ايكو واي اوف زيرو. هو بيعتبر ان الجمله دي عباره عن مصفوفه، فلما اقول له ايكو واي اوف زيرو، اروح اشوف الكلام ده، هيروح يعمل لي عمليه برنت ليه؟ للجزء اللي قبل كلمه جود. طب لو قلت له ايكو واي اوف 1 اللي هو الجزء اللي بعد جمله جود اللي هو كلمه هيلث، اذا اعتبر لي الجمله كلها عباره عن مصفوفه، ده الجزء الاول فيها وده الجزء الثاني اللي هو بعد الجمله او بعد الكلمه المستبعده.
طيب انا ممكن استفيد بالكلام ده ازاي؟ ممكن استفيد بالكلام ده ان انا اجي اعمل فور اتش، وعايز اطبع الجملة كلها بعد استبعاد كلمة جود، فهقول له فور اتش للواي از اي متغير وليكن متغير اي، وبعد كده اروح اعمل عملية برنت للواي واروح اعمل بريفيو. طبعا المفروض ان انا اروح اطبع الاي مش الواي، هيقول لي اي هوب تو بي ان، وطبعا مفيش كلمة جود، اهيلز. اذا عمل لي عملية استبعاد لجود من الجملة اللي هي فيها اللي هي جملة اكس كلها اللي هي اي هوب تو بي ان جود هيلث، وبعد كده استخدمت فور اتش علشان خاطر احط كل عناصر المصفوفة بتاعت واي احطها في متغير جديد اسمه اي، وبعد كده اروح اعمل عملية برنت للاي. طيب ممكن اعمل نفس المثال بان انا اشيل المسافات الفاضية اللي في الجملة، اشيل المسافات الفاضية اللي في الجملة واروح اطبع بقية الجملة عادي جدا، طبعا الجملة من غير مسافات. اذا الدالة اللي اسمها اكسبلود بتعمل عملية استبعاد لجزء معين او شيء معين داخل الجملة اللي انا عايزها، وهنا طبعا بحدد الجملة اللي هي عبارة عن متغير اكس. بالنسبة للطباعة لو حبيت اطبع كل الجملة الافضل ان انا استخدم جملة فور اتش. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.